كان عاجبني جدا عنوان الوطن او اللي هيصدر ان شاء الله هتلاقوه موجود الصبح، انه المناخ في حماية ام الدنيا. عاجبني جدا، احنا علينا مسؤولية ضخمة في هذه القمة، مش مجرد ان احنا بننظم تنظيم على مستوى فائق الحقيقة، وده بجد مش هزار يعني، بس هو فعلا يعني زميلنا وصديقنا العزيز احمد الخطيب اختار عنوان حلو، المناخ في حماية ام الدنيا. يا رب قدرنا. طيب، المجلس القومي للمرأة بيشارك في قمة المناخ وبقوة من خلال جناحه الخاص. النهاردة دكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كانت في زيارة لهذا الجناح، حصل عرض لمنتجات صديقة للبيئة لسيدات مصريات. أنا كده جاوبت على السؤال اللي هسأله لدكتور مايا مرسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ انا كده جاوبت على السؤال، انا عامل زي اللي بيغشش نفسه، حاجه صعبه قوي. احنا لازم نلاقي حل في المذيع ده يا دكتور. دكتور مايا، اولا اهلا بحضرتك مره تانية. ثانيا، ده شيء مهم لانه دايما احنا المواطن بتاعنا راجل من بلدنا البسيط هيسال لي هو المجلس القومي للمراه ليه علاقه بالمناخ؟ فهنقول له طبعا، بس دكتور مايا هتشرح لنا ازاي. اولا احنا المراه بحد ذاتها ليها علاقه قويه جدا جدا استاذ يوسف بالمناخ. احنا المجلس في القمة 27 اللي بتستضيفها ام الدنيا، وكان عاجبني جدا المنشات اللي هينزل بكرة، المناخ او قضية المناخ في حماية ام الدنيا او في رعاية ام الدنيا. المؤتمر القمة فيها جزئين، فيها جزء في المنطقة الخضراء اللي بتقوم على تنسيقها جمهورية مصر العربية، فالمجلس ليه جناح خاص في هذه المساحة. المساحة النهاردة افتتحها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساحة كبيرة جدا جدا جدا. فإحنا بنعرض إيه؟ إحنا بنعرض منتجات من المحافظات المختلفة الصديقة للبيئة، أنتجتها أو أنتجتها السيدات المصريات في مشاريع مختلفة، منها مشروع القومي لتنمية الأسرة. عايزين نعرف العالم كله إن السيدة المصرية بتقدر تنتج منتج محلي صديق للبيئة، مش بس منتج محلي صديق للبيئة، في منتجات بنقول عليها ريسايكل فبتقدر تستخدمها بطرق مختلفة، وفي منتجات بيضاف عليها قيمة مضافة فتسمى دلوقتي اب سايكلينج، وبتباع بأسعار يعني مش رخيصة على فكرة، بتباع بأسعار غالية. وبالتالي الحاجات اللي احنا كنا بنرميها في الزبالة بقى ليها قيمة. طيب لما يبقى ليها قيمه يبقى ده دخل وعائد على المراه المصريه والمراه في العالم كله اذا اتبعت نفس الاسلوب. احنا فالقضيه المناخ ممكن قوي تبقى فيها عائد اقتصادي كبير على المراه. فبنقدم المنتجات، مقدمين تقريبا 42 سيده مصريه ب 5000 قطعه في الجناح الخاص بالمجلس، بالاضافه للجناح الخاص ان شاء الله في يوم دولي عن المراه بينسقه المجلس القومي للمرأة في المنطقة الزرقاء وهي المنطقة الرسمية يوم 14 نوفمبر، وهتتضمن عدد جلسات حوارية كبيرة كثيرة جدا في حاجات متعلقة بقضايا المناخ وعملية التنفيذ، لأن القمة الإفريقية في مصر أو في شرم الشيخ بتركز على التنفيذ. المعاهدات حصلت والحوارات حصلت، ولكن يجب أن يكون هناك تنفيذ للتمويل وتنفيذ للأنشطة المختلفة والقضايا المختلفة المتعلقة بالمناخ، والتركيز على وضع المرأة الأفريقية في تغير المناخ، التكيف والتخفيف والمواجهة. كل دي قضايا هتناقش في اليوم العالمي أو اليوم المرأة في الكوب 27. مصر كمان بتطلق مبادرة رئاسية مركزة على المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ، معنا شريك الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والحمد لله حصلنا على تأييد عدد من الدول الإفريقية، وإن شاء الله كمان تتوج هذا في الجلسات يوم 14 نوفمبر بإذن الله. أطلقت المبادرة والدول الإفريقية عمالة تزيد يوم بعد الثاني الحمد لله. فعندنا مشاركة قوية جدا جدا للمرأة المصرية على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. طب دكتور ما يمكن أنا أفكر مع حضرتك بصوت عالي، من كام سنة كنت بحاول أعمل زي فيلم كده وثائقي على المرأة في إفريقيا، فقريت إنه السيدات في إفريقيا أو بالأدق أكتر من 88% من الغذاء تنتجه المرأة الإفريقية. إذن
المتغير المناخي بيأثر على التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام، صح؟ طبعا طبعا طبعا، يعني بيأثر على المرأة، هتلاقي إن المرأة أكثر تأثرا، المرأة والفتاة والأطفال أكثر تأثرا في قضايا المناخ، يمكن بنقول على 14 مرة بتزيد تعرضهم للوفاة أو تعرضهم لمشاكل قضايا المناخ المختلفة. ليه بنقول كمان مهم؟ لأن المرأة بتشارك فوق 40% في قوة العمل اللي داخل القطاع الزراعي، وفي أفريقيا يعني من 46 دولة من 53 40%، عايز متخيل يعني كم السيدات اللي ممكن تتعرض لمشاكل متعرضة لقضايا المناخ، عدد كبير جدا. فازاي نقدر نقول ان في قمه للمناخ للتنفيذ في مصر ما يبقاش فيها تركيز على المراه؟ فكان لازم يبقى فيه تركيز كبير جدا على المراه. وبعدين احنا في اراده سياسيه غير مسبوقه لهذا الملف في مصر، والنهارده كمان الاراده السياسيه شجعتنا ان احنا كمان نشتغل على مبادره تخدم كل سيدات افريقيا باذن الله. يا بخت المرأة المصرية، والله عقبال الراجل المصري لما يمكن بأي شكل من الأشكال. ليه بس كده يا نفسي نمكن والله العظيم. احنا مش متمكنين من أي حاجة فندم. احنا خلاص نجمنا بيقفل، كفاية علينا 2000 سنة. لا يا فندم، لا احنا يعني خليني أقولها في البرنامج بتاع سيادتك، احنا العصر اللي بتعيشه المرأة المصرية النهاردة والتحديات اللي قابلتها المرأة المصرية في فترات كبيرة جدا جدا جدا. استاذ يوسف، لازم الناس تفتكر ان الفتره كانت حقوق المراه المصريه تتاخد كلها ولا ايه؟ فالنهارده ان السيده المصريه تبقى بتتوج على مستوى عالمي وبتتوج على مستوى افريقي، وبنقول ان احنا النهارده بنقدم مبادرات رئاسيه لافريقيا، للمراه الافريقيه في كل دوله، ده يعني حاجه بتنقلنا من 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 مرحله لمرحله. احنا كان حقوقنا بتروح استاذ يوسف، ما يعني لا والله اصل النهارده خلينا نفرح بان احنا عندنا حقوقنا ونتمتع بيها، وكمان بنحاول نساعد غيرنا. والله افرحوا جدا يا دكتوره، يعني انا دايما جزء من ما يشعرني احيانا او كثيرا بصراحه بالفخر ان انا ابن ست كانت هي اللي بتربيني وبتصرف عليا لوحدها، يعني سيده عظيمه، سيده عظيمه، خرجت رجل عظيم، رجل على قد حاله يعني. بس والله النهارده كمان احنا يعني المراه المصريه احنا بنقول ليه عصر ذهبي استاذ يوسف؟ احنا بنقول عصر ذهبي لان احنا جهزنا عصر لاولادنا ولبناتنا. البنات هتطلع حاسه ان الحقوق دي حقوق خدوها موجوده. لا، احنا في فتره من الفترات كنا بنقول لا ننزل سن الجواز وننزل ونرجع لورا. لا، احنا النهارده المراه المصريه في ابهى عصورها، وان شاء الله في خير كتير جاي وفي ولسه مستقبل في أحسن. احسن جاي لسه وسعداء انها النهارده لما كل الناس بتكلمنا في بدايه القمه وبتشوف الانتاج بتاع المراه المصريه وبتشوف صحيح. المبادره اللي مصر بتقدمها للدول الافريقيه، لا في تحرك كبير وفي اهتمام كبير بهذه القضية، وبنشكر الإرادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدانا هذه الثقة والدفعة اللي بتخلينا النهاردة بنقف قدام العالم كله ونقول عندنا حقوقنا، وهناخد حقوق أكثر وهنصل إلى كل الأحلام اللي كنا نتمناها. بجد نفسي نغير مصطلح ست بمية راجل ده، يعني نخليها ست بمية إنسان. احنا الستات المصرية والله يا استاذ يوسف، ان انزلوا وشوفوا الكفور والنجوع والست وفي كل المستويات. انا ما بتكلمش بس على المراه اللي في البرلمان ولا المراه اللي في مواقع اتخاذ القرار، ولكن الكفور والنجوع من اقوى السيدات في الصعيد. نروح نشوفها في الريف المصري، ست بتشتغل كام ساعه وبتقدر تعمل ايه، وازاي بتحمي بيتها وبتحمي بلدها وبتحمي ارضها، وما بتفرجش في حقها ولا في حق اولادها ولا في حق بلدها ابدا. والله ربنا يا رب يوفقكم يا دكتور، حقيقي يعني بجد من قلبي. شدوا حيلكم كمان وكمان حتى ننظر الى مستقبل افضل كمان من حاضرنا بكل ما تم انجازه، اللي جاي باذن الله احسن بكتير باذن الله. اشكرك يا استاذ يوسف، ألف ألف وبالتوفيق لمصر، وان شاء الله ام الدنيا
تخرج قمة للمناخ يتحكى عنها الأجيال القادمة بإذن الله. أم الدنيا دي قد الدنيا قدها وقدود. شكرا يا دكتور، ألف ألف شكر لحضرتك دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن مشاركة المجلس في قمة المناخ.